بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع إسلامينو أن يقدم لكم هذه المادة. اتصل معاصي تعاقب خسن سيدة ربي حتى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. المعصية عقوق الوالدين يتعاقب خسن سيدة ربي ذي الدنيا قبري الآخرة. يعجل الله لعاق الوالدين العقوبة، لابد ذي زار العقوبة أتزار ذي الدنيا قبري غيم. ذكر أن شابا اسمه منازل، إجن الشاب، كان مكبا على حياة اللهو والخمر واللعب، لا يفيق من الخمر ونتدي إجن الشاب السحر بابس، الحياة نستروح مرة ذي الشراب، ذو ضياع الأوقات، ذي عدم الصلاة، ودي تفيق ذي الشراب. كان له والد صاحب دين، ببستغف مستقيم متدين، وكان كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول له: يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، أمي قرس عردر برنش، حذاري من تقدمه، فإن لله سطوات ونقمات، ما هي من الظالمين ببعيد. قاش دي السكسي دار بشان العذاب شكتقذ المعصية ما واتقذ شزي الله سبحانه وتعالى، كن نهاري قرس ولا. وكان إذا ألح عليه كرماثي وعظي في نصح، يعني ذي العقوق تكواري تكوار بابس. وجار على أبيه، إجن النهار كان أبوه يعظه، يتوارث الشراب، يتوارث تقل المعاصي، أنواع وألوان من المعاصي، فزاد أبوه في النصح، اكتخذ ذي النصيحة لعل وعسى أسيعظم الله سبحانه وتعالى ور أدي ذور غوبري. فماذا فعل الإبن؟ رميه في بابسين صحيفة التص، رفع يده ومدها وتطاول وصفع والده على وجهه والعياذ بالله. إيش المعصية يهتز لها عرش الله سبحانه وتعالى، يرفع فوسنس يكتب بس. فحلف الأب الجج الأب مجتهدا: ليأتين بيت الله الحرام فيتعلق بأسطار الكعبة ويدعو على ولده الذي ضربه. إن سوى الله حمل حق غار مكة، أضرح غال المسجد الحرام، أذبد غال الكعبة، من يتستجر صدار بالدعاء، أذ رسق غال أسطار الكعبة، أذ روغ التغ صدار بي باش أشي عاقب أرمي في وضبار طاف عذيفة السنت الشاف الذباش. فخرج يفق لينفذ ما وعد، أرمي وضغى المسجد الحرام، يفغى الكعبة بعد الطواف، تعلق بالأسطار إذا تدعى سيدار بي يافعي فالسنغى سيدار بي، وأنشد يقول: يا من إليه الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل اسم نميس، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي. وشل دعاء وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. جن الدعاء يمغار يقرس: يا ربي شك عظيم نشق ضعيف، أمي يكسيد فوسن سيكثي نصحخ صغسر خير، تغزيك يا ربي باش هذا ينتقم الزيس أثيرق في الشلل بحولك وبقوتك. ودي سدي الساسي فاسنزي الدعاء، فما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن. لأن دعاء الوالد أو الوالدة دعاء مستجاب، نعوذ بالله من العقوق. فيا أخي ويا أختي في الله، سارع إلى أبيك وإلى أمك فقبل يديهما وقدميهما فثم الجنة. إذ نهار الجن
يصفغ ثار والنصف غند قج النزهة يقول رمي وضن غاج مشاني قج إذا نحن بعجوز يتوريج انت مغار ثمغار ذي السن تكساب خيج نسجد ثم زيت ما تقيم خس جالسة على الشاطئ يقول فجلسنا إيران طار والناس سعدون الوقت الشين أكلنا وتصامرنا حتى بدأ الليل يدخل زي قزينها أرامي بذا جير تذفت يقول عندما أردنا العودة إلى المنزل جمع عند حوايج نسقسنا ضعف حن يخزاري وفثم غاهني ذو السهني مازال قفقي مسكينة خس جدني تنتظر فذهبت إليها إقاروني الشاب يروح غاه في مغاث النغاث والسهني قلت لها يا أمي الوقت قد تأخر فقيم داني تيطس خوق الجيرث يلا شنصيو فهل تذهبين معنا نوصلك إلى بيتك قالت لا إن ابني وضعني هنا وقال أن عنده شغل وسوف يرجع ويعود إلي فنسقي الساس يذمر إن يقيم ذا رجيه قغاريشا الشغر غام دور قال يا أمي ولكن الوقت قد تأخر الناس وليك قيح الطاوة غام ديوسي قد قيم دو حذم ذي الطرام قالت لن أذهب حتى يعود ولدي وأذهب معه أفرجي غير بغي ذور وقد أعطاني هذه الورق الناس قيب شيء جنطورقت إن يتفيت غامر دغذور يقول الشاب إن استودم زغمين ديزي ثورقتني فأخذ الشاب الورقة وقرأ ما هو مكتوب فيها وقد وجد مكتوبا فيها يرجى على كل من عثر على هذه العجوز أن يذهب بها إلى دار العجزة دار العجزة ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا هو حق أمك المسكينة التي كبر سنها أن تذهب بها إلى دار العجزة وتتخلص منها أهذا هو حق الأم التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أضعاف أكثر من الأب لما سأله الصحابي عن أحق الناس بحسن صحابته فقال أمك ثم أمك ثم أمك أهكذا يكون البر بالأم التي حملتك في بطنها شهورا وقاست من أجلك الآلام والمتاعب ظهورا أهكذا يقابل الإحسان بالإساءة ويقابل عطف الأم وحنانها وحبها بالعقوق وبالجفاء والغلظة أهكذا جعلت أيها الشاب جزاء من جعلت بطنها لك وعاء وصدرها لك طعاما وحجرها لك مجلسا أتعق من قاست المتاعب والآلام وتركت الشراب والطعام من أجل راحتك وخدمتك يوصي نصيد ربي ذي القرآن الكريم العظيم غاومة الجمشة من سوء المعاملة الوالدين وخطوة بسيطة فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف مجرد كلمة أف وتدسفق في وجه الوالدين فكيف بمن يقاطع والدين من يجوني سمح لدي الوالدين وتجي غاي قرص أف وإنما يسمح ذيسا يعيش لنفسه ولأسرته ولا يعرف حال والدته وحال والده قد يزوره بعد أسابيع أو بعد أشهر يغيف كشنها أغاسرة كيف بمن يشتم الوالدين بنين تكوان الأبناء يتاري وريبة بس يتكواري كيف بمن يضرب نعم والله إن من القصص ما يدمي القلوب هناك من يرفع يديه ويضرب أمه أو تضرب أمها ومع ذلك هذه الأم الحنون رغم هذا العقوق تجد أنها تدعو لابنها ولا تدعو عليه وتدعو لبنتها ولا تدعو عليها الأم وخمس يتكيس العقوق ربدة تفذير السنس تدعاكيس يا رب تحفظ يا رب السمح غاس انت يسيء إليها ومرث دعاخس يتستجب صلى الله سبحانه وتعالى في الحين ولكن وخص شسي ضار بثي عدب الدنيا فلذلك تدعاكيس نكثار ونس وخدقنا كيس العقوق رجل تزوج امرأة
إجن يوين إجن تمغاث يتزوج، فكانت أمه تعيش معه، يما استعيش كيسن دي هدى بابس يموت، فما فتئ أن وقع الخلاف في النزاع بين الأم وبين الزوجة. كورما ديار قحميس شتشايا الزوجة قيمشت جاي قيمشت ناي إجن نار.